<applause> <الخطر> إيه؟ <applause> المشاكل اللي عندنا هنا بعاد من مراكش 32 كيلومتر وبعاد من سانتي ب 10 كيلومتر والطيق ما كينا ما كينا طيق ما كينا, كينا والو الطيق محفره الناس يمشوا في الظلمه في الليل تيدوا يتسوقوا المركوب ما كاين شي حاجه ما كينا, كينا راحنا مكرفسين ومرتين نطلبوا الله تبارك وتعالى يكون لنا شي حل ان شاء الله الرحمن الرحيمين وزياده المدارس راه ما كاينين رايبين ما كاين لا حارس ما كاين لا حتى شي حاجه ولا توقد شي حاجه راه والو اللي حاجه ما كاين المهم راه الناس راه مكرفسين هنا بزاف المرافق العموميه راه ما كاينينش لا بالنسبه للسبيطار بالنسبه للثانويه طريق عندنا حنا مشكل عاويص ماشي مشكل نيت عندنا بالنسبه للطريق خارج فيها واحد الواد ومن نهار تتكون الشتا مثلا هو سميتو تيتقطع الترانسبور على حسب الدراري على حسب المدرسه وتلقوا مشاكل وبالنسبه للثانويه الناس تيتكرفصوا من هنا هنا راه تيمشيو 30 ل 40 كيلومتر تقريبا للمدينه باش يقراو تما في الثانويه واغلبيه ديال الولاد والبنات تيوصلوا مثلا تي تكمل الاعدادي يعني تخرجوا ما تيكملوش القرايه ديالهم علاش لان مشاكل ديال الطريق ومشاكل ديال المصاريف الناس هنا الله يحسن العوان آه الناس ما لاقينش يعني ما خدامين ما كاينش يعني كاين الفقر بزاف اول حاجه تنعانوا منها هي الثانويه الثانويه بالنسبه للجماعات اي تيمور ما متوفراش وغالبا غالبا وليداتنا ما تمشوا للهدر المدرسي بالنسبه للاعدادي متوفر النقل المدرسي متوفر ولكن حتى يفوتوا الدراري التلاميذ التاسعه تيمشيو للثانوي اما البنات تيصيفطوهم السيد يوسف بن علي او الودايا والولاد تصفتهم السديوس يوسف يوسف بن علي والبنات تيصيفطوهم السيد الزوين او الودايا بالنسبه لوليداتنا ديما تيوصلوا متوخرين ديما متاخر ماشي لساعة ولا ساعتين لانه البعد وتياخذوا جوج طوبيسات الله يجزيك بخير وتينوض مع الفجر مع صلاه الفجر وتمشي وتوصل ديما متاخر زياده على العناء ديال الطوبية زياده على الاب ما فحالوش ويضطر يعطي الولد 20 درهم ولا 30 درهم باش يقتات منها الله يزك بخير هذه الاولى تنطالبوا من وزير التربيه والتعليم انه يحضر المساحه عندنا في الجامعه موجوده الناس المرشحين متعاونين وفروا المكان رئيس الجامعه وفر المكان ولكن اللي بغي يبني واللي بغي يخدم باش باش تكمل هذيك الثانويه من 2017 وحنا تنجريو وتنطالبوا لحد الان ما كاين حتى شي حاجه جامعه اي تيمور باس الاسعاف غير متوفره فيها سياره الاسعاف لنقل موتى المسلمين تنقولها سياره اسعاف لنقل موتى المسلمين غير متوفره والناس إذا مات شي واحد من عائلتك او مات شي واحد من الدوار تضطر الابن ديالو او الاولاد ديالو او العائله ديالته انهم يجيبوهم من مراكش من مستودع الاموات بواحد 2000 درهم وما في او ينطالبوا من احد المرشحين باش يدخلينا عند رئيس جماعه اخرى باش يرسل لنا هذيك سياره نقل الموتى المسلمين علاش حنا جماعتنا ما تكونش فيها نقل الموتى المسلمين السياره علاش حنا علاش نطلبوا الناس اخرين وبالنسبه للصيف الصيف تيكون العقارب وتيكون الجحار تنضطروا نعم سيدي الى عدا شي واحد شي عقرب تنضطروا باش نطلبوا سياره الاسعاف اللي بات المراكش لمراكش لانه هنا المستوصف الصحي ديال اي تيمور ما عندوش الامكانيات باش نعم سيدي ما تتوفرش هذيك الامكانيات باش ياخذ الناس ذوك الحالات ديال العقارب تنضطروا اما ناخذوا الماموني او محمد السادس ما نقولوش ما كاين مجهودات كاين مجهودات الله يجازيهم بخير وانا تنطالبوا بالمزيد تنطالبوا بالمزيد ووفروا لنا هذه المتطلبات اللي قلنا والله يجزيكم بخير وكنوصلوا هذه الرساله للناس المسؤولين على هاد... على هذه القطاعات لا بالنسبه لوزاره التعليم ولا بالنسبه لوزاره التجهيز الله يجزيكم بخير والله ينصر سيدنا والله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير انتم على الحضور ديالكم وعلى هذه المشقه راه انتم راه كل شيء بعينكم راه تت... كي وبالنسبه للكونيكسيون هذيك بوحدة هذيك راه ما كاع نهائيا نا التغطيه هنايا التغطيه ديال الريزو داكشي راه ما الناس تكرفصوا الشبكه كلهم يعني الشبكه بصفة عامه راه مكرفسين هنا بزاف والناس راه واكلين بالمعقول المعقول والله ينصر سيدنا وشكرا بزاف يجازيكم بخير